السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم في زيارة للرياض، ومن ضمن العروض اللي بنقول لكم هي في رمضان، فحبيت أمر على جماعة الوعلان جيلي، أبارك لهم المعرض الجديد وأنقول لكم العرض حقهم. فما شاء الله هذا أول معرض على الستاندرد العالمي تبع جيلي عالميا، عندهم قطع غيار، الصيانة، الاستقبال، الورشة، كل شيء ما شاء الله على الستاندرد اللي هو فعلا من المصنع المعتمد رسميا. العروض الحلوة اللي تهمكم انتو كالآتي، ما شاء الله جماعة الوعلان مستثمرين جامد في موضوع الجيلي وداخلين بقوة، اسم كبير، اسم معروف قديم، فما هو اسم أول مرة يتعرف، ما شاء الله اسمهم يعني له وزنه وإسوة ما شاء الله مساوي كبيرة. الآن إيش العرض اللي أنا عجبني عندهم؟ بصراحة الأثار اهتمامي، شرحت لكم قبل فترة أن السوق ابتدى يتحرك، الوكلاء وابتدى يجيهم دعم شوية لما حركوا الحديد حقهم للسيارات، وبصراحة الجماعة الوعلان جيلي عمل حاجة جدا جميلة كالآتي. العروض الموجودة من أول، من صيانة، من عمولات منخفضة مع البنوك والترتيبات دي كلها، ما رفع السعر، ما لغى العروض، فوق العروض الدعم اللي جاله من المصنع من 15% ضريبة تحملوا عنكم 10% كاملة، فعندكم الكوري يطلع قسطها حوالي 998 ريال حاجة زي كده، طبعا حسب الاوبشنز، حسب المواصفات، اعلى نوع، اقل نوع، حسب عروض البنوك، لكن تقدر ترجع تاخذ التفصيل يعني الدقيق جدا، ايش اي لون، اي سعر، اي شيء، تقدر تمر على المعرض حقهم وتشوفوا التفاصيل كامله، لكن 10% يتحملها وكيل من الضريبه الجديده المضافه عن المستهلك. برافو عليهم، واعتقد انه عرض جدا جميل، غير الضمان، غير الصيانه، غير باقي الامور الثانيه الحلوه كلها اللي عاملينها. بس وهذا ان شاء الله كده يكون العرض ده ناسبكم، وحنكمل ننقل باقي عروض السوق كاملة زي ما كما عودناكم. شكرا لكم.